بالفيديو ظهور معجزة كبيرة جدا. ماعز تلد مخلوقا عجيبا بوجه إنسان، سبحان الله. ولكن إذا كنت مسلم لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة حتى نعرف عدد المسلمين في هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. شهدت قرية سونجاد بولاية جوجارات في الهند حادثة غريبة من نوعها، حيث ولدت الماعز عندهم مولودا غريبا له شكل ماعز بوجه إنسان. والصدمة هو عبادة سكان القرية هذا المخلوق الغريب. في الهند حادثة لا تصدق، تبين أن صغير الماعز المتحول مولود بوجه يشبه الإنسان، وقد شرع سكان القرية في عبادتها بعد تحويلها إلى إله مقدس. وبحسب ما ورد، فالماعز الصغير مولودة في قرية سلتبادة على ضفاف نهر تابي في قرية سونجاد تالوكا بولاية جوجارات بالهند. وبدا المولود الجديد للماعز ذو المظهر الغريب، أربعة أرجل وأذنين مثل الماعز تماما، ومع ذلك فإن بقية أجزاء جسمه تشبه جسم الإنسان. ويذكر أن الماعز التي ولدت المخلوق العجيب تعيش في منزل مزارع يدعى أجيبهاي فاسا، وتكشف صور الماعز الصغير عن وجود جنين، عينين، فم، وأجزاء من اللحية تشبه إلى حد بعيد تلك الموجودة لدى البشر. لكن لم يكن للماعز ذيل، وقد لقى المقطع المصور الكثير من الانتشار وأثار الجدل على شكل واسع، مع تناقل المحطات له وفتح حوارات وبرامج بالهند للكشف العلمي عن الحادثة.